طبعا كلنا بنحب شكل بيتنا يكون جميل، ديكور جميل، نظيف، مريح نفسيا. ده بيخلينا نحب نعمل دايما ديكورات تكون حلوة وفي نفس الوقت تكون عملية. يعني من أهم الأماكن كمان المسؤولة عن الحب، الصحة، السعادة اللي في البيت، المطبخ. المطبخ مش بيكون بس لست البيت، لكن بالعكس بيكون لكل أفراد الأسرة. كل واحد بنلاقيه رايح جاي على المطبخ. فإزاي ممكن نصمم المطبخ بشكل عملي ومريح في نفس الوقت يكون شكله حلو؟ ده اللي هنعرفه النهاردة مع ضيفتي اللي مشرفاني ومنوراني في الاستوديو، مهندسة الديكور منى حمدي. أهلا بحضرتك معانا. أهلا وسهلا، أهلا بيكي. طبعا هي مفاجأة حلوة ليا. الله يخليك. لأنه المضمون بتاعها الحقيقة هام في الفترة دي طبعاً. جدا خصوصا للنقلة الرهيبة اللي لاحظناها في أشكال وتصميمات وأنواع المطابخ حاليا. تمام. صح كده؟ تمام. يمكن من خلال وجودي في الاستوديو في العمل، ان انا في مطبخ بشوف كمان انواع بتستخدم في الاستوديوهات غير اللي بتبقى موجوده في مطابخ بيتنا. طبعا. فانا هبدا من حضرتك من البدايه عشان نقدر نفيد كل اصدقائنا اللي بيشوفونا دلوقتي. انا لو دلوقتي عروسه جديده جبت بيتي وجيت اقول لحضرتك انا عايزه اعمل تصميم للمطبخ، هو لسه هو حيطان فقط، يا دوب انا اخترت بس يعني الشكل الايه مثلا واتيفر السيراميك، او انا هعمله رخام، او ايا كان انا عايزه اعمل فيه. تمام. ايه اللون. انا عايزه اعمله لون كذا. هيك هتقولي لي اساس التصميم ده اعمله على اي اساس؟ تمام. البدايه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول اولا ميرسي ليكي جدا على الاستضافه الجميله دي، وميرسي لقناه الاهلي، واضح ان انا اهلاويه ابا عن جد. طبعا جدا شرفتينا ونورتينا. الله يخليك. طبعا المطبخ ده اهم فراغ في الشقه حقيقي، وانا في رايي ان الشقه لو مطبخها حلو الشقه كلها حلوه. صحيح. ومترتبه ومنظمه. فطبعا سؤالك ان اي نصيحه اقولها لاي حد سواء عروسه او اي حد هيعمل مطبخ جديد، اهم نصيحه اقولها له انه يعمل تصميم المطبخ ويبتدي في تشكيل المطبخ قبل ما يبتدي اي حاجه خالص، قبل تشطيب الشقه. اوكي. ليه بقى؟ لان الناس 90% من الناس بتشطب الشقه وتخلص سيراميك وكل حاجه وتجيلي تقولي احنا عايزين نعمل تصميم. اوكي. ببقى مقيده باماكن الغاز واماكن السباكه والغساله فهو قيدني. طبعا. فهو الصح ان قبل ما ابتدي الشقه طوب احمر بيجي بنعمل التصميم الاول. أوكي. بحدد له انا اماكن الحوض انسب مكان ليه كده، الغساله انسب مكان ليها، الغاز انسب مكان تحطه هنا. جدا. فطبعا أول حاجة تتحط في الاعتبار. اول حاجه. أوكي. تاني حاجة ده بيفيده كمان في حاجة، أنا ساعات بتخلصي تشطيب الشقة وتختاري السيراميك اللي عاجبك، وبعد ما تيجي تختاري الخشب بيبقى ليكي اتجاهات معينة ما يبقاش متماشي. فلما بنعمل تصميم المطبخ في الأول بنكون محددين تصميم المطبخ ولونه وشكله عشان يتماشى مع السيراميك اللي هختاره. أوكي. فيبقى كل الآخر منظومة حلوة، يطلع في الآخر قطعة فنية جميلة في الشقة. فدي أهم حاجة لازم أعملها، إن أنا ابتدي في تصميم المطبخ قبل أي حاجة. حلو. طيب. اول ما حضرتك بتختاري التصميم، طبعا اعتقد دلوقتي الجديد بنعمل رسمه 3D او طبعاً. او 4D whatever. أيوة. وبنوري له على حسب المساحه، طبعا اكيد بتتقاس الاول. طبعاً. وبعدين حضرتك بتقولي له بص الشكل ده. أيوة. اكيد بيبقى فيه برده بعض التعديلات لو هو حابب ينقل من مكان لمكان، ثلاجه، بوتاجاز، فرن هيعمل بلتئين او بوتاجاز هيكون كامل. كل ده بيتقاس طبعا. طبعا طبعا. طيب الماتيريال بقى او الخامه بتاعه المطبخ. هل اللي بيقيد حضرتك فيها بتساليه الاول البادجت بتاعته قد ايه، ايه في امكانياته، ولا بتبقى ايه بقى؟ تمام. هو الخامات كان طبعا زمان كلنا بنشتغل بموضوع الخشب الطبيعي ويدهن والكلام. مزبوط. ده موضوع الدهانات ده عمل مشاكل كتيره قوي. والخشب مع الميه حشرات وقصص كتير، ما بقاش عملي زي الاول. بالظبط. فهم اشتغلوا على الاخشاب دي وعملوا معالجات، خلوها عليها طبقه معالجه مقاومه للبكتيريا والحشرات، غير انها لامعه. فبقت سهله التنظيف جدا وسهله التشكيل ان انا اعمل بيها الشكل اللي انا عايزه. فطبعا ده بيساعد ان انا اعمل تصميم مناسب بشكل جميل وفي نفس الوقت مقاوم لكل مشاكل البكتيريا والحشرات والميه والكلام ده. بس انا بختار خامه المطبخ على اساس ايه؟ اولا متماشيه مع الديكور العام للشقه. كوي. دي نمره واحد. نمره اتنين متطلبات العميل، لو هو ذوقه كلاسيك شويه بنختار الوان خشبيات، هم عملوا منها كل الانواع. كويس. اشكال خشبيه واشكال لامعه واشكال الوان ساده لو مودرن. فانا الخشب نفسه معالج وفي كل الاشكال اللي ممكن تتخيليها. كويس. بتقولي لي بقى متطلباتك في الاجهزه وانا على اساسه بحط لك مثلث الحركه صح، الثلاجه، علاقتها بالحوض، علاقتها بالبوتاجاز. كويس. بعمل ارتفاعات المطبخ مناسبه لاحتياجاتك، حاجتك كتيره، حاجتك قليله، اجهزتك كتيره، كل ده بنحطه في الاعتبار وبنعمله في المعاينه وبوريك التصميم وبنقعد نتناقش عليه لغايه ما نوصل للحل الايديال، بنبتدي في التنفيذ.
طيب السؤال بقى، لو حضرتك المطبخ ده صغير، خلينا نقول دايما ان معظم حتى الشقق يعني كشباب بالظبط كلها دلوقتي صغيرة، على فكره ممكن يبقى الشقه كبيره جدا، يعني مطبخها صغير، البيت عندي ممكن يكون كبير بس المطبخ واخد مساحه صغيره. المطبخ الصغير دايما بيبقى كل واحد فينا عايز يعمله بشكله حلو تمام، وعشان المساحه ما بتساعدش. طيب الافضل ايه اللي انا اقدر استغله في مساحه المطبخ الصغير؟ هقول لك، المطبخ الصغير دي بتبقى حاجه جميله جدا بالنسبه لي، اللي هو بيبقى نوع من انواع التحدي، ان انت تطلعي حاجه جميله من حاجه صغيره. أوكي. اول حاجه، اول نصيحه بقدمها ان انا بختار الاجهزه في الاول، بحددها كويس. وبحاول اقلل على قد ما اقدر الاجهزه اللي ممكن استغنى عنها، يعني غساله الملابس لو ليها مكان في الحمام او في طرقه او في كوريدور او في بلكونه صغيره نستبعد. بخرجها كويس. رفاهيه غساله الاطباق لو اقدر استغنى عنها بستبعدها. اي حاجه ممكن اقللها. تاني حاجه الاجهزه نفسها، البوتاجاز، الفرن، ممكن اجيب المقاسات الصغيره، الثلاجه. ليه؟ لان انا لو جبت اجهزه كبيره بتخنقني، وفي نفس الوقت الفايده بتاعتها يعني اقل من فايده ان المطبخ يبقى اوسع. فاول حاجه الاجهزه. تاني حاجه اختيار اللون، لما يكون المطبخ صغير اختار الوان فواتح عشان تنور المطبخ. نمره ثلاثة، بساطه التصميم. بساطه التصميم دي حاجه مهمه جدا، المطبخ لما يكون صغير ما احبش اعمل فيه تشكيلات كتيره عشان نعرف نشوفه وتبقى مريحه للعين. لو احتياجاتي كتيره ومقتنياتي كتيره بعلي الارتفاعات على اساس ان اعمل وحدات تخزينيه، استغل الوحدات اللي فوق دلوقتي بقت بتتعمل باشمهندسه من تحت الكورنيشه بالظبط، بعلي لغايه السقف على طول. لفوق الحاجات اللي مش بستخدمها ديلي، الحاجات اللي هي صحيح يعني مستبعد عن ايدي بالظبط يعني. والباقي بيبقى الاستخدام العادي. في نقطة مهمة جدا، ان انا بعمل تصميم المطبخ في البداية حتة اللي هو الباب، وضع الباب. لو في امكانية ان انا اعمل الباب جرار، لان دايما فتحة الباب بتاخد مساحة من المطبخ الصغير. تمام. الباب كمان لو اعمله في نص الحيطة افضل كتير ما اعمله في الجنب، لان في الجنب بيهدر مساحة يمين ومساحة شمال. تمام. فدي من الحاجات المهمة جدا، دايما بيقول يقول لي يا ريتك كنت قلت لنا من الاول، فانا لو بعملها في الاول هتنصحيني في ايدينا غير جدا في الاخر. يعني طب المطابخ اللي حضرتك قلتي لي الالوان الفاتحه، فافرضي حد جه قال لك انا عايز اعمل مطبخي فيه غوامق، لو صغير اوكي بعمل المين المطبخ كله، هو شياكه ان المطبخ يبقى كله لون واحد وطعامه تطعيمات بسيطه. فلو حابب الغامق ممكن اطعمه له بلون غامق، لون واحد بس. في بعض الوحدات الديكور شويه ارفف احط عليها جرينز، احط عليها شمعات، احط حاجه تدي روح للمطبخ شويه، لكن ما اقدرش اعمله كله غامق. تمام. وطبعا في لسه التوب كاونتر وفي عناصر كتير قوي بتتدخل في اللون بالظبط. يفضل بقى ايه يعني الكاونتر، هنقول بقى الانواع الجديده ولا الرخام زي ما احنا متعودين من ايام بقى مامتنا وجدتنا والحاجات الاساسيه، الرخام ونوع الرخام ده مهم. تمام. وفي رخام بينقر مع الوقت من الميه. أيوة وفي رخام صح. ما هو انا عايزه بقى تقولي لنا النصيحه يعني. هو احنا طبعا طول عمرنا متعودين نقول رخام المطبخ، هو مجازا بنقول رخام، لكن الرخام الطبيعي ما ينفعش نستخدمه للمطبخ لانه بيتاثر بالاحماض صحيح. والقلويات بينقر. عدو الليمون مظبوط، بينقر ويفحر وبيبقع. ايوه مظبوط، لو دل عليه كوبايه شاي بتبقع. فهو صحيح. الجرانيت الطبيعي مظبوط، احنا مجازا بنقول رخام لكن هو الجرانيت الطبيعي كويس. الجرانيت الطبيعي ممتاز، صلب وجميل وممتاز، بس هو في عيب يعني صغير ان هو الوانه محدوده جدا. ايه بقى الالوان بتاعته؟ الوانه كلها بتبقى غوامق، يعني الاسود، الاسود البلاك، في الجراي، في البنيات، الدرجات كلها غامقه. فانت حضرتك لو عايزه تعملي مطبخ فاتح وعايزه الجرانيت بتاعه فاتح مش هتلاقي، فبنلجا للجرانيت او الرخام الصناعي اللي هو الكوريان او الكوارتز. دي رخام وجرانيت صناعي معالج، ده بقى ميزته ان هو معالج ضد البكتيريا، ما فيهوش مسامات خالص، ما بيكونش اي بكتيريا اي حشرات، بيبقى مقاوم للحاجات دي كلها. بالاضافه بقى في ميزه في كل درجات الالوان اللي تخطر لك على بال، عايزه ابيض بدرجاته، اوف وايت بدرجاته، بيجات بدرجاتها، كل لون يخطر لك هتلاقيه. فدي من مميزات لكن هو سعره اغلى شويه، لو البادجت بقى هنا بتتحكم، سعره اغلى شويه من الطبيعي، لكن الجرانيت الطبيعي ممتاز، لكن الرخام بنستبعده خالص. فدي هي الحاجه. في دلوقتي كمان في موضه طالعه في بعض انواع الاخشاب المعالجه. اللي هي ايه بقى؟ في شركه جود وود، هي شركه محترمه بتاعت كونتر، هو شركه، هو نوع الكونتر مش يعني الخشب نفسه معالج ضد الخدش وحاطينه في ارضيات. فعملت الخشب المعالج ده بحيث ان هو ممكن احطه توب كاونتر، ممكن تقطعي عليه، ممكن، بس هو لسه يعني ايه ما انتشرش قوي، يعني دي من الحاجات الجديده قوي. انا سمعت عنه كمان وبيعملوا منه فريم الوحدات. بيعملوا منه الجسم كله. بعمل منه الجسم كله، لكن دلوقتي بيعملوه توب كاونتر وبيعملوا منه ارضيات،
بيتحمل احتكاك طبعا. والميه اصلا المطبخ ده كمان بيبقى حساس قوي استخداماته بتبقى يعني ابتدوا يعالجوا الحته دي، لان شكل الخشب، الخشب ماده جميله، ماده غنيه، بتريح البصر يعني. ما تشوفي تحسي طابلو المطبخ طابلو، فهم ابتدوا يعالجوا الاخشاب بكل الاشكال اللي تناسب كل الاذواق. الحقيقه هو مجال المطابخ الحقيقه تقدم جدا، هو بقى حقيقي بجد. طب اسمحي لي بقى اقول لحضرتك حاجه، سؤال اخير، امتى تقولي للعميل لو هو في البدايه المطبخ ده لو اتفتح امريكان يبقى احلى؟ وهل ده من وجهه نظرك كمهندسه بيبقى عملي لو المطبخ ده مفتوح اوبن كيتشن كده، ولا امريكان في وسط الريسبشن او واخد كوان بجنب في مكان معين، ولا تفضلي المطبخ يبقى مستقل بذاته؟ تمام، ده سؤال جميل جدا. والمطبخ الاوبن والمطبخ المقفول، هو كل حاجه ليها مميزاتها وليها عيوبها. فهنقول مميزات المطبخ المفتوح. المطبخ المفتوح اجمل ما فيه، اول حاجه بيدي اتساع للفراغين. صحيح، بيدي اتساع للفراغ المفتوح ليه واتساع للمطبخ نفسه. دي نمره واحد. نمره اتنين، هو بيمشي فقط مع الستايل المودرن. ما ينفعش ابقى بيتي كلاسيك او نيو كلاسيك واحط مودرن. صحيح، احط مطبخ مفتوح فهو بيمشي. نمره ثلاثة، ودي الاهم على الاطلاق، ان هو بيسبب حميميه ما بين اهل البيت. المطبخ المفتوح بتلاحظي اهل البيت كلهم بيدخلوه قاعدين مع بعض، قاعده الام بتشتغل واولادها قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون، الزوج بيدخل بيساعد الابن، كلهم بيشتركوا في المطبخ، بتبقى قطعه جميله، احلى فراغ في الشقه اللي مش قاعده لوحدها. بالظبط، دي نقطه مهمه جدا. طب نشوف صوره كده حضرتك تعقبنا عليها في المطبخ لما يكون مفتوح. يعني ده من المطابخ، من المطابخ الجميله اللي عملناها اوبن كيتشن. أيوة، على الريسبشن. هو قطعه فنيه جميله، لان العميل بصراحه كمله برقه كله ابيض في كحلي فقط. هنا كان استخدمنا الكوريان الابيض زي ما قلت لك، لان الكحلي ما لقيناش اي جرانيت يمشي معاه غير الابيض. اللون موحد تماما، واعتمدنا على اللون حلو قوي بالظبط، كحلي انا بحب بصلي الغوامق كل هي جميله طبعا طبعا. هنا المساحه كبيره فساعدت ان في كل الاجهزه، في ثلاجه ودي فريزر وفرن وبوتاجاز ومايكرويف، كل الاجهزه اللي ممكن تتخيليها. هايل طبعا، مع عنصر الاضاءه وشويه اكسسوارز بقى منتهى الرقه والشقه، بقى اجمل اجمل قطعه في الشقه تقريبا. انا ملاحظه حضرتك هنا مختاره الاضاءه تحت، مش عامله اضاءات فوق. بالظبط، لان هو الاوبن كيتشن بيبقى ايه، احيانا بتبقى الشقه كلها قاعده وعايزه اضاءه هاديه، فبتولعي الاضاءه في الارضيه بيبرز لك جمال المطبخ بدون ما في غموض كده. في حته حلوه كده. فدي من المطابخ الجميله. وعاملين هنا الاسود ده، دي درف زجاج نيش جوه المطبخ، ما شاء الله. استغنى عن النيش اللي هو هنا حاطط كمان الغساله. لا ده مطبخ تاني، ده واحد تاني. اسود في خشبي برضو، من المطابخ الجميله برضو. العميله هنا ميكس بين الاثنين بالظبط. شوفي حضرتك هنا اختارت الوان المطبخ وجات عملت التايلز متوافقه معاهم، فطلع المطبخ جميل جدا. هنا عشان هي الكاونتر هنا ايه بقى حضرتك؟ جالاكسي اسود. جالاكسي اسود اللي هو فيه ستارز بتلمع كده، حلو قوي. فشوفي هنا تناسق الالوان جميل، لانها عملت التصميم قبل ما تبتدي التشطيب، فطلعت كل حاجه جميله. جميلة بصراحه، مظبوط. لا بصراحه اختيار موفق برضو. الاماكن مظبوطه فيها. هنا بقى هنا نقطه مهمه قوي، المطبخ لما يكون واسع بيبقى الناس تفتكر ان هو سهل، لازم تصميمه نركز ان احنا نستغله استغلال صح، ان احنا نعمل مساحه مهدره في النص. الايلاند دي مهمه جدا. اولا انا حاطه في الحيطه اللي قدامها شاشه التلفزيون. اوكي، نمرتين هنا في كراسي المفروض ايلاند، بس لسه الناس انا حبيت الصوره تبقى واقعيه يعني احسن طبعا. بتقعدي فيها سيرفيس اريا حلوه تستخدميها طبعًا. وفي نفس الوقت ما يبقاش مهدر مساحه المطبخ، وفي نفس الوقت ما تزنقش يعني، السيركليشن حلوه. حلو، والدرج فوق الوحدات معمول منها غاطس وبارز. اب وداون بارز وده. أيوة، وعمليه لانه في الصغير استغلينا كل تمام. الوحدات على فكره انا مع الفكره دي جدا، علشان حضرتك عليها جدا، علشان ما يبقاش ايه، عارفه حضرتك ما يبقاش بلوك كده حاسه قاعده في مخزن. لا طبعًا. انا مش قاعده في جوه دولاب. صحيح، انا قاعده في حاجه جميله ممتعاني، ساعدني ان انا اقعد اكبر يعني اكبر قدر في المطبخ ووقت ممكن. والايلاند دي حاطه قدامها تلفزيون، فانت قاعده شغاله بقى وسرحانه مش مزهقانه خالص في مكان جميل. ده من المطابخ الجميله يعني. وده اللي احنا عرضناه قبل كده. دي صور المعرض قبل كده. الله، صور حلوه. ميرسي. الله يخليك. هي في صور كمان بقى هتوضح المطابخ الصغيره وازاي استغلناها استغلال امثل. دي كلها دي نماذج المطابخ كبيره. كان في صور بقى المطابخ الصغيره بتورينا ازاي نستغل المطبخ الصغير ارتفاعات عاليه، وازاي نجيب اجهزه صغيره متناسبه مع المساحه وما حرمتش نفسي من اي جهاز انا محتاجاه. على فكره انا شفت المساحات الصغيره دي يعني في تركيا
معظم بيوتهم صغيره. فعلا الحمامات صغيره، كل حاجه صغيره، المطابخ صغيره. بس قد ايه استغلال المكان الصغير طبعا بقى رائع. وعلى فكره ده بيبين شطاره ال ده بيبقى تحدي. انا بحب المطبخ الصغير، الشخص القائم بالزبط على هذا الموضوع. بيبقى دي شطارته. دايما تعرفيها في المكان الصغير، مش صح في المكان المساحه الكبيره. صح. طيب نتكلم على الوحدات. الانواع، احنا بنشوف دلوقتي انواع لامعه بتبقى مبهره جدا. بس انا واحده كست بيت لما باجي امسك الدرفة وايديا لو صباعي بس بصم بتضايق، ولازم اقعد المع. فده يمكن بياخد مني مجهود، انا بيضايق. انا لو مش داخله المطبخ لاقيه كله بيلمع هتضايق. انا لو فتحت التلاجة وايديا بصمت لازم اجيب الجلانس واقعد اشتغل. فهل ده ممكن للناس اللي بتبقى يعني المطبخ ده مهم وبتستخدمه كتير، حضرتك تقدري يعني تعدل لهم الفكره لو هو حتى حابب اللامع ده؟ بصي، هو حضرتك هي كل الاخشاب الجديده دي كلها مستورده متعالجه بالطبقه اللامعه دي، بس هم فعلا لوجهه نظر حضرتك دي ابتدوا يشتغلوا. هم مميزات الشركات الاخشاب دي بتفضل تشتغل على انتقادات الناس. ابتدوا يشتكوا من اللمعه القويه قوي. بقت تزهقهم من البصمات، فابتدت الشركات تنزل انواع اللمعه اهدى كتير، ما بانش فيها بصمات خالص، معالجه. فدي طبعا بتديكي الشكل اللي انت عايزاه فيه اللمعه عشان يبقى سهل التنظيف، بفوطه قطن بس يا دوبك بتلمعيه بيبقى زي الفل، وفي نفس الوقت مديكي الشكل اللامع الحلو اللي بيوسع الدنيا. طيب احنا بقى دلوقتي هنروح للاضاءات والاكسسوارات. حضرتك بقى قولي لنا، الاضاءات تفضلي في المطبخ الصغير الاضاءات تبقى فوق ولا ممكن تبقى تحت، ولا ما تنفعش تحت الا في المساحات مثلا الطويله او المساحات الكبيره؟ بصي، هي الاضاءه طبعا من الحاجات الجميله جدا اللي بتدي تاتش، عارفه الفاينل تاتش بتاع المطبخ، بتدي له كده لمسه جماليه حلوه جدا. بس هو بيبقى حلو في الوحدات، اسفل الوحدات العلويه بيضيء على الرخامه بيظهر جمال المطبخ. لو المطبخ مساحته صغيره ومش اوبن ما افضلش ان هو يتعمل تحت، مش هيتشاف. لكن المطبخ لو اوبن كيتشن ومساحته حلوه بعمل الوزر كله مضيء مع الاضاءه العلويه. لكن لو المطبخ صغير بكتفي بالوحدات الاضاءه العلويه، واحيانا بكتفي بوحدات اللي هي المفتوحه اللي هي ارفف الديكور دي، بنحط فيها اضاءه بتعمل زوم على الحتت اللي انا عايزه ابرزها في المطبخ. كويس. فبيديله رونق وبيديله جمال ورقه وشياكه. طب اضاءات اللي فوق في السقف بقى حضرتك تفضلي؟ طبعا الاسقف السقطه في المطابخ ما بتبقاش عمليه خالص. لا، هي عمليه ممكن في الاوبن. لا هقول لك بقى، دي سؤال مهم فعلا. الاضاءه في المطبخ من الحاجات المهمه جدا. الناس بتغلط غلطه ان هي بتشطب زي ما بقول لك الاول قبل ما بتعمل المطبخ، فتيجي بتعمل لايت بوكس داير ما يدور المطبخ، تيجي تقفل المطبخ تلاقي السبوت منور على سقف المطبخ، فانا مش مستفاده من الاضاءه. صحيح. فمن ضمن الحاجات اللي الناس تاخد بالها منها ان اضاءه المطبخ تبقى في النص. بعمل في النص الاضاءه، بوزعها زي ما انا عايزه بس في النص، ببعد عن الحيطه 70 او 80 سنتي يمين او شمال علشان الاضاءه تبقى سنترد في النص. صحيح. ما تبقاش فوق الوحدات، تبقى منورالي. السقف الساقط مهم جدا في المطبخ، علشان ايه؟ لما بكون وحده اضاءه بيبقى الاضاءه مركزه في حته معينه، لكن السبوتات بتديني توزيع الاضاءه ناحيه الثلاجه، ناحيه البوتاجاز، السيرفيس اريا كله بيبقى مضيء، فبيبقى المطبخ كله منور. فهو مهم، بس توزيع الاضاءه فيه مهم ومكانه مهم بالنسبه للسقف. طب ساعات يا باشمهندسه بيبقى السقف نفسه مش كبير، يعني مش طويل، بيبقى الاسقف دلوقتي ما بقتش تقريبا 2.70 متر. ما هو في الحاله دي بقى بالظبط السائط ده بيروح منزل لي المساحه، فبقى هحط بقى في الحاله دي لو السقف عندي مش مساعدني في وحدات اضاءه جاهزه دلوقتي اسمها تراك، بيبقى زي مسطره كده طويله فيها سبوتات بنوجهها ونوزعها، بنجيب التراكات دي وما بتاخدش ارتفاع خالص. فدي لو السقف عندي مش مساعدني بستعين بيها وبحط منها 2-3 حسب المساحه، بتنور كويس جدا جدا، وبوزعها وبحركها حسب ما انا عايزه. فدي بتبقى بديل. وحده مهمه بالنسبه لي الوحده اللي تحت الحوض، دي مهمه جدا، كلميني عليها بقى، لانه الوحده دي سبب يعني ممكن الناس تتاذى منها جدا. لا دي مهمه جدا جدا. نعمل ايه عشان نتفادى اي عيوب ممكن، او ايه اللي حضرتك تنصحيهولنا في الوحده دي تحديدا واحنا بنحطها في الاعتبار؟ اولا وحده الحوض من اهم الوحدات طبعا في المطبخ. اول نصيحه بدايه ان انا لو باسس في الشقه لسه ابعد تماما، او انا في شقه واخداها متشطبه اول حاجه اغيرها مكان الحوض لو في الركنه. اوكي. لان مكان الحوض في الركنه بيهدر من مساحتي، بضطر اسيب قدامه فراغ عشان اقف.
صحيح. فلازم الحوض يبقى في جزء رايح بتاع 60 سنتي ضايعين مثلا، بيبوظ شكل المطبخ. اوكي مزبوط. فاول نصيحه ان انا ما يبقاش الحوض في الركنه نهائي. تمام. دي اول حاجه. نمره 2، دلوقتي مشكله الخشب والميه واللي عارفه حضرتك الحاجات اللي بتتكون تحت الحوض والكلام ده، شركات الاخشاب اشتغلت على القصه دي وعملت ماده جميله جدا جدا جدا. الماده دي عملوا عليها اختبارات، نقعوها في الميه لمده اسبوع ما بيجرالهاش اي حاجه. دي بقى الكلادن دي ولا ايه؟ لا، ماده اسمها بورديوم. البورديوم دي خامه عباره عن لدائن على براده خشب على مواد لاصقه، يعني مجموعه خامات كده بتتكبس تحت درجات حراره عاليه في مكابس، ومعالجه بطبقه ما بتكونش لا بكتيريا ولا حشرات ولا بتتاثر بالميه. لازم تبقى مرتفعه عن مساحه السيراميك او الرخام. لا، هي اللي بنعمل منها علبه الحوض، بنصنع بتبقى عاليه منها. فهمت. هي بديل الخشب. أوكي. هي اللي بنعمل منها بوكس الحوض كله. فدي بتبقى هي الخامه دي بنعمل منها علبه الحوض كلها. الحوض نقط، السباكه عملت فيها اي حاجه ولا بيهمني. أوكي. شويه ميه بمسحهم وخلاص. لكن الاول الخشب كان بيمتص الميه من الحشرات والكلام ده كله. لكن دلوقتي طبعا الخامه دي خلت الدنيا حلوه جدا. ممكن بقى احط تحتيها، ممكن كمان بنعمل منها درج بنحط فيه ادوات النظافه. ممكن بحط فيه تحتيه باسكت كويس للرابش. فمهم قوي. طبعا مهم جدا. الحاجات دي هي اللي بتاثر. طبعا طبعا. يعني الوحده دي انا بعتبر اهم واحده في المطبخ. دي اساسيه لان هي اللي واقفه قدامها على طب طول. طب الاحواض يعني. بقى في المطابخ الصغيره، حضرتك تفضلي اللي يبقى يعني جاست وان بيس كده، قطع واحده نازل منه دلوقتي. انواع حلوه. التركي وفي منه انواع مختلفه. تمام. بس الكبير. فبيبقى كبير قوي، هل ده عملي اكتر ولا اللي بيبقى اثنين او في منهم بيبقى في النص فيه صفايه؟ انا شايفه ان في الصفايه في النص ده بيبقى مهدر مساحه، يعني شايفه ان لو اثنين او واحد بس. بالظبط. يعني هو فكره دلوقتي الناس، يعني الخبره الواحد اكتسبها من تعليقات الناس الكتيره اللي عملنا لهم، ان فكره ان الحوض العين الواحده بيبقى مريح في استخدامه. بس برضو ارجع واقول تاني، لو مطبخي صغير ما اجيبش حوض كبير قوي يهدر لي من مساحه الرخامه اللي هستخدمها. ما انا مش طول النهار في الحوض بس. اكيد. بجيب مساحه الحوض تتناسب، وانا في التصميم كمان بعالج الحته دي، ان انا بقول للعميل انا محتاجه حوض في حدود كذا. دي مهمه جدا. طبعا تحديد كل حاجه في الاول في الاخر بتطلعي منتج جميل. بس كمان الرخام لما بيزيد بيبقى بيبرز جمال المطبخ. بتحضري الاكل مش عارفه يعني بتوضبي حاجه الكلام ده. بعدين حضرتك من الصحون اللي عايزه تتغسل. بالظبط. بيخلي الدنيا جميله قوي فعلا. والله انا يعني طبعا سعيده بوجود حضرتك. الله بجد معايا بجد والله يا باشمهندسه. الله يخليك. انا اللي اسعد. بس يعني ايه، قولي لنا طب نصايح بقى للعرايس يعني كده، والناس حتى لو هي كانت خلاص عدت مرحله وعايزه تجدد مطبخها، ويعني قول لنا برضو هل يخافوا؟ خلاص في ناس بتحتسبها بالتكلفه دلوقتي. خلينا نتكلم برضو من الناحيه الاقتصاديه. ايوه. قول لنا نصيحه من الناحيه الاقتصاديه عشان الناس ما تقلقش، تقول لك الخامات الجديده غاليه واحنا يعني ما المطابخ مالها ما هي كويسه. وخلاص بقى ممكن افرح بولادي مش مشكله. بالزبط. انا اعمل. وده اللي بيحصل. طب حضرتك لو عايزه تشجعي حد بقى يعمل مطبخ تقولي له يعني. لا، هقول لحضرتك حاجه، هي بالنسبه للناحيه الاقتصاديه هي الدنيا بقت غاليه على الناس كلها، بس احنا بنتعامل مع النقطه دي بحاجه كويسه قوي. ايا كان مساحه المطبخ، انا بالنسبه لي عندنا في الشركه بقولك انت ريحك بادجت كام. كويس قوي. يعني انا بشتغل التصميم على حسب اللي حسب ريح. لان انا ممكن اعملك تصميم نفس الفراغ من نفس المساحه 4 في 4 4 في 5، ممكن املاه خشب كتير قوي ممكن اقلله. فانا في الاول بتفق مع العميل انت الرينج بتاعك كام، بشتغل التصميم بما يتناسب مع البادجت. مش بقلل في الخامات، بقلل في كم الخشب اللي موجود. فهمت. مش في الاساس. فبيجي لي ناس يقولوا لي احنا عايزين نشتغل في رينج كذا. بعمل له اللي هو عايزه، لان هو في الاخر عايز يستخدم الخامات الجديده وعايز يعمل حاجه جديده. تاني حاجه ان انا عندي فريق عمل الحمد لله، يعني مثلا لو هو مشطب اوريدي موضوع السباكه بنعالجه لو متشطب. بنعمل يعني معالجه للسباكه كده بحيث ان انا ممكن احرك الحوض يمين شويه شمال شويه. الكهرباء نفس القصه، يعني كل حاجه ليها حل. بس لو بنتكلم عن الصح ابتدي التصميم الاول قبل ما اشطب. كويس. لكن بالنسبه لناحيه الميزانيه والاسعار والكلام ده احنا بنتحكم في الموضوع ده حسب ما حضرتك العميل بيطلب. كويس. عايز رينج كذا بشتغل على الرينج كذا. وعلى فكره وميزه الخامات دي بقى انها كمان ايه، لو حضرتك نقلتي من الأسعار. اولا متفاوته في الاسعار. لا، ثانيا لو نقلتي من شقه لشقه فك وتركب ويتعاد ريديزاين ممكن اكمل عليها يعني. فانا مثلا انت حضرتك قاعده في شقه مؤقته سنتين ثلاثه بعمل لك المطبخ، بعد كده بتشيليه وتاخديه معاكي وبكمل عليه بنفس التصميم، بكمل عليه وازود عليه او انقص منه زي ما انت عايزه على حسب المساحه اللي هتروح تنقلي عليها. ففي مثلا عملاء بيجوا بنعمل مثلا نصه دلوقتي اللي هو الضروري عشان البادجت، وبعدين بنكمل بعد كده. فالموضوع فليكسبل قوي وسهل قوي، يعني مفيش اي مشكله خالص. والله يعني. انا سعيده بوجودك. الله يخليكي. ميرسي لانه في ناس جميله زي حضرتك. الله يخليكي. يعني متعاونه
وبتدي كده بصيص من الامل للناس اللي ممكن تكون الموضوع بالنسبه لها خايفه منه، وخصوصا ان دلوقتي الزواج اصبح مكلف الحقيقه. ده كفايه العروسه وحاجات اللي بتتحط جوه المطبخ، تفاصيل كتير. بس النصيحه بقى نقول لهم بلاش مشتريات كتيره وحاجات كتيره، يعني نجيب الحاجه على قد، ما نجيبش طقم. طب سؤال بقى، في سؤال اخير بس حضرتك ادعميني في دي، هل في مطبخ بيكفي كل حاجات العروسه في الدنيا حتى لو كان في كبير؟ في مصر لا، بس خلاص هو ده الكلام، عشان بعد كده تعرفوا ان لازم هتتخزن حاجات برضو في الاخر. لا خالص. انا بشكر حضرتك باشمهندسه منى حمدي، نورتني وشرفتني بجد، ميرسي لحضرتك. الفرصه الجميله دي ويعني مش عارفه اقول لك ايه، لكن انا يعني سعيده بكل نصايحك، بكل كلامك الجميل. اتكلمتي معانا في حاجات مهمه جدا، اتمنى يا رب نكون افدنا. كلام كتير قوي ممكن افدنا كل اصدقائنا، ان شاء الله تبقي معانا مره ثانيه. ان شاء الله شرفينا وتنورينا باذن الله. بشكر اصدقائي، بشكر يعني كل متابعينا الكرام لحسن المتابعه، كل جمهور النادي الاهلي تحيه كبيره، كل متابعي قناه الاهلي في كل مكان تحيه كبيره لحضراتكم. ومن هنا لحلقه جديده، اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.